تصريحات السيد عقيلة صالح اليوم في مجملها هي تأتي كدعاية انتخابية، لأنه الآن ربما هو ينظر إلى السلطة التنفيذية، يريد أن يكون بديلاً للسراج، بمعنى أن السلطة التشريعية أو رئاسة السلطة التشريعية أو البرلمان لم يعد لها حضور ولم تعد ذات سلطة وذات جدوى. أيضا تصريحه بأن المجلس الرئاسي غير موجود، هذا تصريح غريب، المجلس الرئاسي موجود. لا، لم يقل المجلس الرئاسي غير موجود، قال أن المجلس أعلى للدولة غير موجود، ولكن قال بأن المجلس الرئاسي فاشل، ووصف وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة بأنه شخصية غير موجودة رغم أنه تحاور معه سياسيا في المغرب. ما الذي نفهمه من هذا التخبط السياسي الذي وقع في عقيلة صالح؟ هو طبعا هذا وجه الغرابة، يعني كيف تقول أن مجلس الدولة لا وجود له أو لا أعترف به، وأنت تتحاور معه وتشكل لجنة تتواصل معه لكي تعدل المجلس الرئاسي؟ فهذا شيء غريب. أن المجلس الرئاسي فاشل ربما هذا صحيح، يعني المجلس الرئاسي يتحمل جزء كبير من الفشل، وبالفعل لم يحقق نجاحات كثيرة، والآن هو أمام تحدي الترتيبات الأمنية التي يعني خلال شهر أو شهرين لابد أن نلمس آثارها، وإلا فستكون فشلا آخر يضاف إلى فشل كبير. ولكن هل المجلس الرئاسي فشل لوحده أو لقصور ذاتي فيه، أم هناك من سعى لإفشاله؟ أنا أعتقد أن غياب مجلس النواب عن دوره الفاعل كمؤسسة تشريعية تراقب المجلس الرئاسي وتقوم مساره هو أحد أسباب الفشل، بالإضافة إلى وجود عضو في المجلس الرئاسي قاطع المجلس الرئاسي ولم يستقل منه وكل خطواته، بل قالها صراحة، قال أنا وجدت في المجلس الرئاسي وأصريت على البقاء في المجلس الرئاسي من أجل إفشاله. أما التصريحات الأخرى التي جاء على ذكرها السيد عقيلة، نعم هنا سيد عبد الله، تصريح الأهم صدر من عقيلة صالح، قال فيه بأنهم ألغوا العزل السياسي ليحصل حفتر على مناصب سيادية، وقال أيضا بأن الإمارات تدعمهم بشكل مباشر، وقال بأنهم أقروا قانون العفو العام فقط لدعم قوات الكرامة. وهنا يظهر بأن مجلس النواب لأول مرة اعتراف مباشر من قبل رئيس مجلس النواب بأن مجلس النواب مرتهن تماما للانقلاب العسكري والقرار العسكري. ما دلالة ذلك سياسيا؟ هو يعني ليس بجديد ما اعترف به سيد عقيلة صالح. نعرف أن خليفة حفتر يهيمن على البرلمان، وأن الكثير من القرارات التي أصدرها البرلمان جيرت لمصلحة خليفة حفتر، ومن بينها القرارات التي ذكرها والقوانين التي ذكرها السيد عقيلة صالح، ولكن هذا أدخل البلاد في أزمة، وبالتالي أصبحت هذه القرارات يعني شبه باطلة. الآن العزل السياسي مع الاعتراض الكبير عليه بالصورة التي صدر فيها من المؤتمر الوطني، ولكن إلغاؤه جملة وتفصيلا من دون تعديله من أجل شخص واحد، أعتقد أن هذا باطل، وما يصدر عن باطل أو ما بني على باطل فهو باطل. تكليف حفتر بقيادة الجيش، هل هو الآن قائد للجيش؟ وهل يعترف به ضباط الجيش الليبي؟ وهل تعترف به الأطراف السياسية كلها بأنه قائد للجيش؟ إذن ما زال هذا القرار أو هذا التكليف لا يعتبر ساري المفعول، وحتى المباحثات الأخيرة في القاهرة آلت إلى الفشل حتى الآن على الأقل. قانون العفو العام، هناك جرائم لا يملك البرلمان أن يصدر فيها قانون العفو العام، يعني هناك من لديه حقوق يطالب بها لا يستطيع مجلس النواب أن يصدر فيها عفو عام. وفي النهاية اتفاق الصغيرات الذي على أساسه ما زال مجلس النواب موجودا إلى الآن، مجلس النواب إما سنقول أنه ساقط بحكم الدائرة الدستورية، وهذا موضوع سيدخلنا في الكثير من الجدل، وإما أنه منتهي الولاية بحكم الإعلان الدستوري مهما جاء في تبرير الذين يريدون التمديد له، وإما أنه قائم وفقا لاتفاق الصخيرات المعترف به دوليا والذي يتعامل العالم مع ليبيا على هذا الأساس. في هذا الاتفاق تشكل لجنة سيد من مجلس النواب ومن خارج مجلس النواب، لحظات بسيطة، تشكل لجنة تعيد النظر في كل القرارات التي أصدرها مجلس النواب.